نجهز قهوتنا طلعت رجعت قرت حكيت هيدي أول قصتنا هيدي أول قصتنا زعلاني أو تعبان مقهورة ومودرياني زعلاني أو تعبان نصبحي زيرتنا نصبحي زيرتنا قالت لك سرك بالبيت يا حظي شو هالتعتي قالت لك سرك بالبيت يا حظي شو هالتعتي ما بالحق اصحى بكير حتى تصير فضيحتنا حتى تصير فضيحتنا شو قلبك طيب حساس لا ما بتزعل جارتنا لا ما بتزعل جارتنا شو بك النوع؟ ماشي بني شي ضايقة أخلاقي وبس ضايقة أخلاقك؟ عادي حبيبتي حكي لي شو بك؟ خلص ضايقة أخلاقي بعدين بحكي لك طيب أنا نازل على الشغل بدك شي؟ الله معك الله معك حبيبي الله معك أمان الله مع السلامة بس أنا بس شكلك يا أهلا جارتنا أهلا مسيو رئيف أهلا الله معك صباح الخير صباح النور شو الأخبار؟ شو في عندك اليوم؟ شو الأخبار؟ شو في عندك اليوم؟ يا حبيبتي رح وقع بريد بعد شوي ورح استلم بضاعة من المرفأ ورح هيك أصرف رواتب الموظفين والساعة 3 طيارتي تخيلي ما رح لحق عن جد عم تحكي؟ لك معقولة أنتِ؟ معقولة تسأليني شو عندي؟ شو رح يكون عندي يعني؟ في غير شغل هذا البيت والباقي كله ملل وضجر وقرف؟ هاي ضريبة القعدة بالبيت يا هنو بعرف للأسف حبيبتي هنو في فرق كبير بين المرأة العاملة والمرأة غير العاملة اي بس أنا الحمد لله الحمد لله مو بحاجة شغل ورئيف يقبر قلبي مو منقص عني شي بنوب صح بس يا هنو عمل المرأة مو بس مصاري لكن شو بيعني من غير شر؟ اشغال وقت بتشوف الدنيا بتتعرف على الناس والمجتمع بتحقق المرأة ذاتها بالإضافة انه بتطلع من حالة تقوقها بالبيت تقوقها؟ لك ايه تقوقها يعني تنصحيني اشتغل؟ اكيد بنصحك تشتغلي ايوه بس انا ما معي شهادات ولك هنو حبيبتي الشغلة مو بالشهادات لكن بشو؟ الشغلة بالكاريزما والشخصية وإثبات الوجود الله يجيرنا من شر هالواو تبعك نعم شو بدك رئيفو انا بدي اشتغل ايه قومي اشتغلي مين ماسكك حبيبي ما قصدي اشتغل بالبيت
انا يعني بدي اشتغل اشتغل. طيب محلوله قومي عزلي لي البيت لسيها. كمان مو هيك قصدي؟ هنية هاتي من الاخير شو بدك؟ بدي توظفني وظيفة الدولة؟ هنو شو مفكرتيني؟ مكتب التشغيل ولا وزارة العمل؟ لا مو هيك حبيبي، بس بدي تسعالي بوظيفة؟ عام ولا خاص ولا مشترك؟ ترجم ما فهمت. يعني قطاع عام ولا قطاع خاص ولا مشترك؟ وشو بتفرق؟ والله حسب الهدف من الوظيفة. الهدف من الوظيفة انه اشغل وقتي وشوف الدنيا وحقق ذاتي وشوف المجتمع على اقوال المثقفين. ايوه بس انا لحد هلا ما اقتنعت. طيب رح اقنعك اكثر وكمان حتى اطلع من حالة تقوقعي من البيت. لا اذا الهدف هو الخروج من حالة تقوقعك بالبيت فالقصة صار بدها صفني. خلص بفكر. رأيفو يا نام. هنو حبيبة قلبك حابة تتوظف. اها هنو حبيبتي عدي على اصابعك. ايه رح عد يلا. لا شهادة معك. ايه بتوظف على السادس درجة خامسة بالتوظيف، انا ما عندي مشكلة بالموضوع. اها طيب وعمرك ما بيسمح لك للعمل؟ كمان ما في مشكلة، بتوظف مستخدمة بشي دائرة حكومية، الشغل مو عيب حبيبي. طيب هيو مرقناها، والواسطة يا هنو؟ هي كمان بسيطة، ادفع مصاري حبيبي. العمى والله غريبة، لك العالم بتتوظف لأنه ما معها مصاري، وبتدفع المعلوم لأنه رح يصير يجيها مصاري. وين الغرابة بالنص رئيفو؟ الغرابة إنه أنت بدك تدفعي مصاري، بالرغم من إنه معك مصاري، ومو ناقصك شي وجوزك تاجر داب. أخي ما بعرف، أنا كتير عمل. طيب تسلي فيسبوك وعندي الفيسبوك ما بيحقق لي ذاتي. طيب شغلي وقتك بالمطالعة. اي مالي خلق عيوني بيزيغوا منها. طيب واذا قلت لك انه انا حاليا ما معي مصاري للواسطة؟ بيع البيت بيع المحل صرف ما دخلني. اوف لهالدرجة حابة تتوظفي؟ ايه حبيبي الوظيفة امان. وامان من شو بقى؟ أمان وضمان للمستقبل، هيك يعني لما بيكبر الواحد وبيختير بيلاقي هالراتب التقاعدي بيصندوق وبيستره من شو؟ من ذل العالم وطلب المعونة والحسنة. أنا قلت لك تشتغلي مو تتوظفي. يوه ليش بتفرق؟ ولك يا جدبة بتفرق من الأرض للسماء. مثلا لما بتشتغلي شغل خاص بمصاريكي أنت بتكوني سيدة نفسك. وإذا توظفت شو بيصير؟ بتصير إنه كل الناس بتصير أسيادك. سهام شلون زبطت معك هيئة؟ رح قلك لأنه أول شغلة بالوظيفة رح يصير عندك مراقب دوام كابس على قلبك. عادي قبلاني عادي قبلاني هذا غير رئيس الدائرة اللي هاريكي نقوسة نقوسة نقوسة. كمان قبلاني حقه الطبيعي لرئيس الدائرة. هذا غير رئيس القسم كمان أقل من عادي رئيس القسم على راسي من فوق. أيوة هذا غير المدير العام. ها مدير العام حبيبنا اللزم. خلصنا ولو ضيقتي لي خلقي يخرب بيتك ما اعمدك. بس لهلا يعني ما فهمت شو وجهة نظرك بالموضوع. ولك يا سهام حابة هيك يعني بلش حياتي من جديد من الصفر وابني نفسي بنفسي وكون هيك عصامية. بالله شو ستهنو يعني لهلا ما بنيتي نفسك؟ اي والله يا سوسو لا بنيت نفسي ولا حققت ذاتي. وان شاء الله مفكره انه الوظيفه رح تحقق لك ذاتك. اذا هيك مفكره ستهنو بتكوني غلطانه كتير كتير. لا مو غلطانه انا كتير متاكده من هالشي. إيه لا حبيبتي غلطانه وستين غلطانه. اصلا اذا باقي عندك هيك نتفه ذات او بقايا ذات فالوظيفه رح تفرغك من جوا من ذاتك وعن نقطه يعني رح تعصرك عصر. اوف لكن ليش كل هالعالم قاتلي حالي على وظيفة؟ ولك حبيبتي هدول الناس اللي عم تحكي عنهم انتي ما عندهم طموح. سهام ما تواخذيني بس كلامك هاد فيه شوية تطرف.
أنا كلامي فيه تطرف ومو بس تطرف وما فيه واقعية كمان. مثل ما بدك تصطفلي. سوسو انتي ما عم تحبيني؟ حبيبتي أنا بدي منك خبي هلقد قد صغيرة كتير لعيونك إنه قولي. آه بدي إياكي هيك تقنعي رئيف إنه يأمن لي وظيفة محترمة. مو تكرم عيني؟ خلص بقنع لك رئيف إنه يأمن لك وظيفة، أما محترمة فما بوعدك. بلا شو؟ ليش دخلني؟ مسيو رئيف بدي اسألك سؤال. تفضلي يا اختي سهام. مسيو رئيف شو رأيك بالرجل؟ انقرض من زمان. طيب شو رأيك بالمرأة؟ نصف المجتمع وتاج راسي. حلو. طيب شو رأيك بعمل المرأة؟ سهام انت ليش عم تسألي؟ يعني مسيو رئيف بعرفك انك فهمان علي وانا بعرفك لماحة وبتلقطية عالطاير. سهام هاتي من الاخير شو بدك؟ خيو المشكلة انه هنو احرجتني وطلبت مني انه انا يعني احاول اقنعك انك توظفها بشي وظيفة. ها من الاخير ليكي سهام. عفوا مسيو رئيف بس قبل ما تكمل انا ضد وظيفة هنو. هلا ضد ولا مع؟ انا مو هيك بدي اقول. لكن شو؟ انا دبرت لها لهنية عقد سنوي. شو؟ ايه عقد سنوي. شو العقد السنوي مو عاجبك؟ لا مو عاجبني العقد السنوي. ليش يعني انه ما عاجبك؟ لك يا حبيبتي توظفي سنة عجبك مددي ما عجبك بتتركي وصلى الله بارك. ما بدي لانه العقد السنوي ما بيحقق ذات الانثى وما في معاش تقاعدي. معاش تقاعدي؟ انا فايت نام نومة الظهر. رئيف لا تطلع فيني هيك. يعني انا بدي وظيفة دائمة. بدها وظيفة دائمة. ها ايه حاضر. الله ونعم الوكيل من الحفل. واو سلام عمي. سلام. لسه واو واو. اهلين فوتي فوتي. لك اهلين هنو. لك شوفي ليش رئيف هيك معصب؟ شو عرفني يا عم يتعقد من الواو كتير. الواو؟ شو بالواو؟ انسي انسي. ليكي لسه رئيف ما شرب منه ولا شفة. شربي انتي. هاتي. هنو شو صار بموضوع الوظيفة؟ بما انه الحب تنازل فانا تنازلت شوي. كتير حلو. معناها يا ست هنو بدك تقليلي شو هالتنازل الخطير هاد. اها رغبة مني بعدم تضييع الوقت وتوفيرا للوقت والجهد. قولي ايه. ايه وبما انه مالي خلق اطلع السلم الوظيفي درجة درجة. ايه وبما اني ما بحب التسلق. ولك ايه قررت صير مديرة شركة. مديرة شركة دفع واحدة؟ طبعا. وعلى انو شركة حاطة عينك مدام هنو؟ اها رح خلي رئيف يأسس لي شركة ويحطني مديرتها. شركة شو بقى؟ مو مهم مو مهم شو طبيعة الشركة. المهم اني انا كون مديرة هالشركة وبس. اه انه يا عمري انتي بتوصفيني عندك. غبية. فرجي واحد تاني. ايه يلا. ايه
مرحبا. اهلين حبيبي، اهلا وسهلا. اهلين مستر رئيس. اهلين، تفضلي حبيبتي وان شاء الله الف مبروك. شو هيدا حبيبي؟ هي عقود تاسيس الشركه تبعك والتفاصيل كلها بالاوراق والمصنفات القانونيه اصولا. واو رئيس، واو. يعني حتى بهي بدك تحشيلي حرف الواو تبعي؟ حبيبي هي واو التعجبية الفرحية تبعي. ايه تاني مرة تعجبي بأساليب التعجب المتعارف عليها. سلام. سلام حبيبي. ولك يا قعدي فرجيني شوفي هالوراق. يا ستي أول ورقة الظاهر هي عقد تأسيس الشركة. ألف مبروك يا حبيبتي يا هنو. وتاني ورقة تكليف من رئيف لإلي باستلامي مديرة عامة لهالشركة. ممتاز، بتستاهلي يا حبيبة قلبي انتي. وتالت ورقة أمر إداري بتعييني نائبة مديرة هالشركة. وخدي على مناصب. ايه؟ ايه. ورابع ورقة أمر إداري تاني بتعييني رئيسة قسم كمان. عدي على أصابعك. قسم الديوان، شؤون العاملين، الرقابة الداخلية، لجنة المبايعات، القسم الهندسي، والبوفيه. لك رائع يا هنو، رائع. وهون عنا قسم المحاسبة والنقابات. يا إلهي يا هنو، قديش مسيو رئيف بيحبك نيالك. كفي كفي. وهدول وراء عقود توظيف دائمة باسمي. ليش كم عقد هدول؟ يا ستي عدي، 50 عقد تثبيت و60 عقد سنوي و18 عقد 3 شهور وحوالي 100 عقد مياومي. وكلهم هدول باسمك انتي؟ كلهم باسمي. يعني بناء على هذا الحديث صرتي انتي مديرة الشركة ونائبة حالك ورئيسة الأقسام وكل الدوائر كمان. وأنا الموظفين كلهم. رائع. جخي شو بدك أحسن من هيك هنو؟ هيك ها؟ هلأ الواحد صار بيحقق ذاته على المليان. هنو حبيبتي، انتي مو وعدتيني توظفيني بشركتك؟ آسفة لا أستطيع، سوري. وليش بقى؟ لأنه أنا إذا بدي وصفك بدك شاغر واعتماد مالي. إلى إلي شاغر بشركتك هنو؟ يعني شو المشكلة؟ ما بقدر، مستحيل، بعتذر منك. دبرية هنو، حبابي حبيبتي حبابي. سهام ما بقدر، لأنه أنا إذا بدي دبر لك شاغر يا بدي أضطر أنا أطلع تقاعد يا أما بدي أفصل حالي من الشركة كلها. ما فهمت شو بتقصدي هنو؟ مو مهم تفهمي، المهم أنا حقق ذاتي ومن بعدي الطوفان. صباح الخير حبيبتي. قلت سيعامه وقلت وليها هنو سيعامه. رئيس الدائرة حقه من فوق. حقه طبيعي. حقه طبيعي. حقه من فوق. من راسه يعني. انا فايت نام نومة الظهر. لا طلع فيني هيك رئيس. ايوة. يعني نسيت. بس قبل ما تكلم مسيو رئيف، يعني انا ضد وظيفة هنو. هلا ضد ولا ما؟ لا مو عاجبني العقد السنوي. ليش؟ شو انتو قلتوا لو صحت لجدي ما مات بطلت اولى؟ 5 4 3 2 ولد وين تعبعه؟
حبيبي رئيفه. يا حبيبي عملت لك احلى فنجان قهوه عند الصبح. حبيبتي تاخرت بدي انزل على المحل. طيب حسبي الله ونعم الوكيل. عادي اطلع بجوا التفاصيل كلها في الاوراق والمصنفات القانونيه والاصول. انا ما بعرف شو بدي اقول. اربعه ثلاثه. لا اختاركم يلا ان شاء الله بدك تطلعوا. شو قوي. يلا خمسه اربعه ثلاثة. وليش بقى؟ لا قولي لي مقطوعة. مقطوعة؟ اوكي. وليش بقى؟ ثلاثة. وليش بقى؟ لأنه أنا إذا بدي وصفة بدي شاغر واعتماد مالي. دبري لي شاغل هنو يعني شو المشكلة؟ ما بقدر حبيبتي مستحيل. الله يلعنكم يلعن فضايحكم. نزل غلط. يلا ثلاثة. وليش بقى؟ يلا أنا كلمة ضيعتني بهي الجملة الثالثة. حارقت لي قلبي. يلا خمسة. خمسة طلعتي. خمسة أربعة. وليش بقى ألف؟ يلا أربعة ثلاثة اثنين. وليش بقى؟ لعب. صباح الخير جارتنا شوي بتجهز قهوتنا طلعت رجعت قرت حكيت هيدي أول قصتنا هيدي أول قصتنا زعلاني أو تعباني مقهورة ومو درياني زعلاني أو تعباني مقهورة ومو درياني منين وين وكيف وليش من الصبح يزيرتنا بحي زيرتنا قالت لك سرك بالبيت يا حصي شو هتعطي قالت لك سرك بالبيت يا حصي شو هتعطي ما بلحق اصحى بكير حتى تصير فضيحتنا حتى تصير فضيحتنا شو قلبك طيب حساس لا ما بتزعل جارتنا